صلى الله وسلم على سيدنا محمد اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. سيد عام صاحب جلاله العالم بجماعه التمسيه سيتقدم السيد رئيس قسم العمل الاجتماعي بعماله زكاه مليون لتوضيح هذا المشروع اكثر. فليتفضل. مشكورا. سيدي العميل، المشروع هذا ينبط من الحاجيات الملحه ديال الساكنه ديال التمسيه من اجل الربط ما بين الدواوير الاساسيه. ديوان بوزوك بجماعه التمسيه. اذا بسم الله وعلى بركه الله. سيد العامل مشكورا. اذا شكرا سيد العامل. شكرا جزيلا. وسلم على سيدنا محمد اشرف المرسلين وعلى اله وصحابته اجمعين. سيد عامل صاحب جلاله على عمل كنت بلون وفد مرافق للسيد العامل دائما في اطار مشاريع الخير والنماء التي تعرفها عمل كنت بلون بمناسبه ذكرى 63 لاستقلال المملكه المغربيه الحبيبه، وفي اطار برنامج الحد من الفوارق الاجتماعيه والمجانيه بالعالم القروي. ان شاء الله سينطلق مشروع مهم جدا الا وهو اشغال بناء طريق الرابطه بين دواوير اللبقة علي بن هدي واولاد عبو بجماعه اولاد داحيه. مشروع الهام بمناسبه